عندك بيج دريمز وستادينج ابرود هي اول ستيب فيها، النهارده جايه اكلمكم عن واحده من اول سيرفيسز اللي هي ستادينج ابرود. احنا بنساعد الستودنتس ثرو ذا ستادينج ابرود جيرني من اول ستيب لاخر ستيب. طيب ايه هي الستبس؟ انتوا بتقولنا بنعمل 1-to-1 meeting مع our studying abroad counselors، بنشوف السبجكتس اللي انتوا واخدينها، بنشوف الميجرز اللي انتوا interested فيها ويور budget. According to this information our studying abroad counselors بيقدموا لكم several options in different countries. من study abroad requirements providing English proficiency test زي IELTS and PTE. احنا هنا في the IG club بنقدم لك preparation courses وبنساعدك في registration ل IELTS and PTE. study abroad counselors بيساعدوك في application process. طيب بيساعدوك ازاي؟ بيقولوا لك الدوكيومنتس اللي انت محتاجها تو ابلاي وذي ابلاي اون يور بيهاف، ولو في سكولرشيب بيقدموا لك عليه. احنا ما وقفناش معاكم لحد هنا، احنا بنساعدكم تلاقوا اكوموديشن مناسب ليكم، بنجايد يو ثرو ذا فيزا ستيبس، وبنساعدكم تلاقوا تيكتس بسعر مناسب ليك. If you're interested in studying abroad please send us a message. وبكده you are one step closer to your big dream.